الحمد لله، البلاصه اللي ما تيكونش فيها البشر تتكون فيها الرحمه. سبحان الله. واش هو الوعيد جالس هنا ولا انا مشي نجلس معاه شي شويه نستفد من كلامه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اش اخبارك السي الوعيد؟ الحمد لله الا ما شفتكمش. اعلى اخويا اش درنا ليك؟ واش مسموح نجلس معاك شي شويه؟ مرحبا، انا ما تنجري على حد، الدنيا واسعه ديال سيدي ربي. مرحبا. بحالك انت اخويا، ما قايسني بوالو، انت غير درويش، خاصك غير خبيز باش تعيش. اعلى خويا انا شكيت ليك همي ولا؟ احاشا، انت ما عمرك شكيتي وانا عمرني شفتك تشكي على شي حد. انا غير تنشوف هاد الدنيا من واحد المنظور. علاش سماها الله بالدنيا؟ لحقاش هي دنيا وتتصارع فيها الناس، وحتى الموتى اللي تحت التراب يقدروا يجيوك في الليل، يعني تحلم بهم. والناس اللي فوق التراب ما تيردوش عليك اخويا حتى السلام. اش بغيتي تقول زعما؟ بحال هذاك السقردوس ديال الحاج بعيو، بنادم تيمشي للحج باش يغسل عظامه، وشي بنادم تيمشي كيجي زرق بالنور، سبحان الله. وعندك الحق، وحتى السلام عليكم ما تيردهاش علينا. وعلى اش تنعاود ليك من الصباح؟ بعد خطرات تنطلاقى معاه في القهوة اللي دار لديك الشلوطية ديال بنته. اشكون فيهم؟ راه عنده جوج بنات اسيدي، وحده راه تنشوفها ما تتجي للدار حتى تنكون انا غادي نصلي الفجر، وتتبان لي جايه وبحال لا سكرانه، والله اعلم ما نديش الاثم ديالها. هالقهوه راه دايرها لبنته ديك الصغيره، مسميها نزهه. وانا غادي نعاود ليك اجرى لي معاه في القهوه. كنت اسيدي مال هذا خينا زعما دافع علينا كبير تيمشي ويجي علينا في هاد القهوة زعما حيت ديالو؟ وسفحتو مسفحة هكاك كي القرد، ودرنا ليه حتى هز علينا خنافرو للسما. غادي نجمع الأنفاس ديالي وغادي نتوقد ليه وغنعيط عليه ليلي عليها. واش ما عرفتينيش السي بعيو؟ أتصلح فمك وعرف راسك مع من تتهدر. الله يا ودي، واش انت الباب ديالك لاصق على الباب ديال داري وما غنكونش تنعرفك؟ ايوا راه خلق الله من الشبه 40، انا راه ما تنعرف حد، اشرب قهوتك ونوض الله يهنيك. على ما تيبان لي الدنيا فتحت لك الابواب ونسيتي الخالق الوهاب. واش بقيتي درتي معاه؟ اتسلطت عليه واحد النهار اخر في القهوه وانا نعطيه درس. واش عرفتي شنو قلت ليه؟ اش قلتي ليه؟ او قلت ليه اسمع السي بعيو، نقول ليك راك تقدر تسكن في القصور وضيق بيك الحياه، وتقدر تسكن في الكهوف ويشرح الله صدرك. واش هذا مالك همي قديه ولا كل مره جاي هنا يعطينا في الدروس؟ اسمع ليا نوريك ونفطنك، راك في دار غفلون. راه تقدر تكون كل ويشع منك النور، وتقدر يكون عندك الخوت والولاد وتعيش وحيد. تقدر تكون وحيد ويكون عندك الخوت، وتقدر تلقى الصحاب تيطعنوا في ظهرك، وتقدر تلقى الاعداء تنقضوا حياتك، وتقدر تشوف ناس لاباس عليهم وتتمشاو بالرشوه، وتقدر تشوف على اليمين ديالك وتشوف ناس فقراء وتيتصدقوا على المساكين. ايوا ها علاش سماها الله عز وجل دنيا وما سماهاش عليا. الا درت شي عمل وشي احسان راه ما غيتنساش، وراه ما غندمش على واحد النهار سعدتي ليه واحد المسكين. اسيدي ماشي سوق، واش بغيتي نقسم معاك رزقي ولا؟ انا راني ماشي بحالك طماع،
اللي بغاها كاع تيخليها كاع. انا غير من غير واحد الباب بغيت نفطنك قبل ما يفوت فيك الفقد. ما تحكمش على المستقبل ديالك وولادك، راه الانبياء كانوا تيسرحوا الغنم وسيروا امام. الصحيح كيف تيقولوا على النساء ان كيدهن عظيم، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام عمره ما استعد من كيد النساء، وانما كان تستعد من قهر الرجال. اعطيني ودنك واسمعني مزيان، وانت معري على سفاحتك بحال ولد بيبي. راه الدنيا غرارة وبنادم تابح في التطاول بالبنيان. اش بنادم ما بقاش باغي يتسناها من عند الله ولا باغي يدركها بيديه، ما فيه ما ينتظر. وهو في الحقيقة كلامك صحيح، ولكن هاد الدنيا راها بغات الفلوس. على باش غيعيش الإنسان إلا ما كانش إقاريدن؟ أشوف هو غنوريك داكشي اللي ما غيوريهش ليك المال. راه مادام الصلاة ليست في ذاكرة اهتمامك ما تسناش من ربي باش ينظر لك وانت على هاد الحال. الصلاة مقرونة بالفلاح، هيا على الفلاح. إيوا كيف هاش بغيتي يفلح داك اللي بحالك ما كيصليش؟ ويه عليك الحرية باش تكره الأفعال ديال شي حد، ولكن ما عندكش الحق باش تشوه صورة داك اللي كتكرهو. منتظر الفراج وكأنك عندك معاه موعيد، حتى إلا تأخر لابد غادي يجي. ولكن انتوما قوم زربانين، فما يمكنش تدوز شي حاجة لغيرك مادام الله مكتبها ليك. افيق نقول ليك وانت موصاشك بحال عنصر بيكيا. اراه ماشي البكاء على النفس لا ماتت، لكن البكاء على التوبة الى فاتت. ايوا استغفر الله وتوب ليه وزكي من نطاق الله. وراك حاج الحمد لله، خاصك غير انت تقول مع نفسك اللهم إن كان شي حاسد حاسدني في رزقي فرزقه سعادة تنسيه في أمري. راحنا في امتحان وراه في أي لحظة غيتمسح بالورقة ديالك. أنا بغيتك تركز في الورقة ديالك لعل وعسى ما ترصبش في الامتحان. إيوا هاني مشيت، وانت ضرب الفقد في راسك قبل ما يفوت الفوت. والله لهذا الرجل إلى فطني، ولكن باقي الحال وأنا باقي صحيح وشاد. غير السد ديال بنادم هو اللي خلاه يهضر يمشي شوي النمل. أخي شحال هادي من يوم باش هضرتي معاه هاد الهضرة؟ وشي شهرين هادي وباقي عام وزايد فيه كاع داكشي اللي قلت ليه، وباقي ما راضيش يقول لنا حتى السلام. هاكي تايقولوا اللي مضروب بالوتد عمرو ما يتضرب فيه الفقد. الحمد لله اخويز وغريريف ديال الماء وفيهم الرحمة، وتنترجوهم الله ينظر لينا لهيه عنده بعين الرحمة. اللهم آمين.